جولتنا الصحفية مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها هاتف HTC الثوري عصره بيدك يستجيب. طرحت شركة HTC التايوانية مؤخرا هاتفا جديدا يمكن الضغط عليه من الجانبين لتشغيل عدد من الخدمات فضلا عن ميزات أخرى. الهاتف الجديد زود بالقدرة على الاستشعار من الجانبين حتى تلبي طلبات المستخدم بمجرد الضغط يدويا. اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القدس أسوس تزيح الستار عن أنحف حاسوب محمول في العالم. قدمت شركة أسوس عددا من الأنظمة الجديدة والأجهزة المحمولة بما فيها زين بوك فيليب اس الذي أصبح يعرف بالجهاز المحمول الأنحف في العالم. ويعمل الجهاز الجديد بنظام تشغيل ويندوز 10 ويمتلك شاشة بقياس 13 بوصة بدقة عالية تدعم اللمس المتعدد. صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين عنونت بين صفحاتها مايكروسوفت تكشف تفاصيل جديدة عن خدمة الألعاب. كشفت شركة مايكروسوفت معلومات جديدة عن خدمة الاشتراك في الألعاب اكس بوكس جيم باس والتي ستتم إتاحتها بدءا من اليوم لكل أصحاب جهاز الألعاب اكس بوكس 1، تشتمل في البداية على أكثر من 100 لعبة. إلى صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين، وباحثون يطورون تقنية جديدة لحماية كبار السن داخل منازلهم. طور باحثون في ألمانيا تقنية جديدة لحماية كبار السن الذين يعيشون وحدهم داخل منازلهم من خلال أجهزة استشعار متطورة تعمل على الكشف عن الحركة مثل تلك المستخدمة في المصابيح وأجهزة الإنذار فضلا عن أجهزة الاستشعار التي تعمل باللمس. وختام جولتنا الصحفية مشاهدينا من صحيفة القبس الكويتية زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بالأمواج الصوتية. توصل طلاب فلسطينيون إلى طريقة مبتكرة تسهم في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بواسطة الأمواج الصوتية. وقال خبراء إن التجارب المخبرية أكدت سلامة الموجات الصوتية على النبات، مؤكدين أنه من الممكن اعتمادها مستقبلا في إنتاج محاصيل عضوية آمنة من الخضروات على سبيل المثال، ومن الممكن أن تكون مفيدة في زيادة إنتاج محاصيل الأرز.